ويقول الله عز وجل في فاتحة سورة هود موجها الخطاب لهذه الأمة، يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غاية التسهيل، غاية التذليل، شوف الوعود. يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة، يعني ليست سابقة بالخيرات ولكنها ليست ممن تعمل سيئات، لكنها ما على الطريقة المحمدية. يعني لما سئلت عائشة قالت: كيف كان محمد، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: أتقرأ القرآن؟ قال لها نعم. قال: كان خلقه القرآن، كان تطبيقه للقرآن النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب غريب، وقراءته للقرآن شيء عجيب أيضا، يقرأ في الليل في الركعة الواحدة 6 و7 أجزاء في ركعة واحدة، هذا غير ورده وحزبه في النهار يعيش. يخبرون عن شيخنا الخليل حفظه الله يقول: يقرأ في اليوم 6 أجزاء وربع 7 أجزاء في محسن أو كذا، وعن شيخ حمود 6 أجزاء يقرأ في اليوم 6 أجزاء. يعيشون مع القرآن مع وصايا الله عز وجل. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، إلى غير ذلك من الوعود التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين.